18. مرحبا يا عمو. اهلين، شلونك يا عمو؟ الحمد لله. احكي لنا شوي عن وضع المدينه هون بالرصه. والله كل نهار على قصف ودمار وعبدونا بالراجمات وبالصواريخ، والعيشه هون بمدينه الرستن صعبه كثير. ما في لا طحين لا خبز، والمي اللي حتى بتجينا ملوثه، وشو بدنا نحكي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طيب عندكم مازوت للشتوية يا عمو؟ لا والله. طيب حتى حطب ما عندكم؟ لا والله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت بالمدرسة؟ عم تداوم بالمدرسة؟ لا. طيب احكي لنا شلون الوضع بالمدرسة عندكم؟ شو بدنا نحكي؟ من شي كم نهار ضربت حدنا الطيارة عم تستهدف المدرسة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ومخصوف المدرسة، من كم نهار كمان ضربوا علينا قذيفة. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب عم تروحوا على المدارس اللي نظامية ولا عم تروحوا على بيوت العالم؟ لا، على بيوت العالم. لا حول ولا قوة إلا بالله. احنا عباب شتوية، طيب شو مجهز ألبسة للشتوية؟ ما مجهز شيء. ما عندك ألبسة خالص؟ لا والله. لا حول ولا قوة إلا بالله.